صفقة لإبرام هدنة بين حماس وإسرائيل وصلت لمراحل متقدمة، وبموازاة ذلك مشاورات تجرى في القاهرة بين فصائل فلسطينية لبحث الخيارات المطروحة، لكنها توقفت مؤقتا على أن تستكمل بعد عيد الأضحى. حركة حماس أعلنت أن وفدها عرض رؤيته حول التهدئة خلال تلك المشاورات، واستمع لأفكار وملاحظات مهمة من قبل الفصائل الفلسطينية المشاركة والتي غابت عنها حركة فتح والسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن أي خطوات يجب أن تتم في الإطار الوطني. هذه المباحثات تجري بشكل جيد مع الفصائل ومصر وأيضاً مع الأمم المتحدة. أقول أنه قطعت شوط كبير في موضوع التفاهمات من خلال مصر مع الأمم المتحدة مع الاحتلال في إعادة الاعتبار إلى تفاهمات 2014. تلك المساعي التي تبذلها حماس للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لم تلقى قبولاً لدى منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، حيث أكد رفضهما الكامل لتلك التحركات من قبل حماس، معتبرين أنها تهدف لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت جناح المسميات الإنسانية. أي مسمى آخر لصفقة القرن، لأن صفقة القرن بدأت تأخذ مسميات أخرى وأساليب أخرى، من أخطرها صفقة غزة. ربط قضايا الحل الإنساني ومعالجة معاناة أهلنا في قطاع غزة بأسلوب سياسي يعني يريد ضرب القضية الفلسطينية. وسائل أعلام إسرائيلية زعمت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هدد بوقف ميزانية تمويل قطاع غزة بالكامل إذا توصلت حماس إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل. إصرار تل أبيب على التوصل لهدنة مع حماس بررته وسائل أعلام إسرائيلية بأنه سيعفي قوات الاحتلال الإسرائيلي من التوتر على جبهتها الجنوبية، وسيسمح لها بالتفرغ إلى حدودها الشمالية مع سوريا والاهتمام بهاجسها الأمني هناك والمتمثل بالوجود الإيراني والميليشيات التابعة لها. توني مزرعاني، العربية.